بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هناكل ايه؟ جبنه وبطيخ. عارفين انتوا طبعا اكل الصيف لازم يبقى خفيف يعني كده. تغيير، هناكل جبنه وبطيخ النهارده مع حبه بطاطس كده. دي بطيخة لسه أول مرة نجيب البطيخة، وطلع من بدري بس احنا ايه لسه أول يوم من النهاردة نجيب ايه بطيخ. دي بطيخة غسلتها زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها بالسكينة كده. بركة ربنا وبركة صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اكيد ان في ناس كتيره برضو زينا كده بتاكل جبنه وبطيخ خفيف كده، يعني عارفين انتوا طبعا اكل الصيف. هنا تحت البطيخه كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا، يا ترى حمرا ولا قرعه؟ هات احنا نشوف كده ايه مع بعضينا يا جماعه. نديها نغزه تاني كده بالسكينه. ما شاء الله، ادي البطيخة يا جماعة طلعت ايه حمرة. هي القشرة بتاعتها تخينة بس بجد كانت معسلة والله يعني، وحلوة كنا مع الجبنة بمشي كده ملحة والبطاطس محمرة كده، كانت لذيذة والله واكلة خفيفة وسريعة الهضم، تتهضم بسرعة يعني عشان البطيخ زي ما انتوا عارفين طبعا كله مية يعني وكده زي ما انتوا شايفين كده. حاجة حلوة والله وخفيفة وبسيطة وسهلة، وكل الشعب المصري بياكل الجبنة مع البطيخ. هنا قطعت زي ما انتوا شايفين كده نص البطيخة، وهنكمل بقى النص التاني. عملينا صينية وهنكمل تاني بقى النص التاني في الصينية التانية. ما تنسوش يا جماعة اللي خش عندنا ينورنا باللايك والاشتراك، لو اول مره يشوف الفيديوهات بتاعه ايمي يخش عندنا اشترك في القناه، ولو عجبكم الفيديو بتاعي يعني والاصدقاء يعني هم كده كده الاصدقاء بيخشوا عندنا ونخشوا عندهم يعني كده. انا عبيت صينيه، مليت صينيه وهعمل الصينيه الثانيه. هنملى الصينيه الثانيه دي بطيخ كان فيها بركه، والأحفاد كالوا والكبار كالوا والصغار كالوا كله كالوا بألف هنا وشفا، وحاجة جميلة بجد يعني. زي ما انتوا شايفين، بص القشرة بتاعتها تخين عاملة ازاي. عامة البطيخ مش زي بتاع زمان يا جماعة، كان الواحد بياكل البطيخ دوت سبحان الله كان بياكل القشر من حلاوة البطيخ. هنا عندي جبنة قديمة بالمشة اهي، هنحط كده في جبنة كده نحط عليها حبة المش كده مع البطيخ، كانت لذيذة بجد يعني، حاجة حلوة بجد وسهلة وبسيطة يعني. اهي نحط عليها كده حبة مش كده زي ما انتوا شايفين اهي. وربنا على صلاح الحالين وليكم، وما يتقوا الله يجعل لهم مخرج ورزقكم حيث لا يحتسب، وربنا يسر لنا الأمور ويسر لكم الأمور، ونشوف بعض ونخش عند بعضينا ونشترك عند بعضينا وننور بعضينا ونرد على بعضينا وربنا على صلاح الحال. هنا بصوا البطيخ حاجة حلوة كده بالجبنة، حاجة لذيذة والله يا جماعة بجد يعني، حاجة حلوة وحاجة من الآخر والله. بألف هنا وشيفة للي كان واللي هياكل واللي شاف، وربنا المستعان معنا ومعكم. بص هي الجبنة مش قديمة او بس هي كانت في المشي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهي يعني هي مش مالحة قوي يعني، فانا حطيت عليها حبة المش هما اللي ايه خلوها بقت مالحة كده يعني زي ما انتوا شايفين. ربنا عليها صلاح الحلين وليكم، نحط عليها حبة المش كده من فوق مع حبة البطاطس اهو، وحاجة حلوة والله يعني. وكله كال، الكبير كال والصغير كال، ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعة تنورونا باللايك والاشتراك.